توجه لأمريكا بعمر ال 18 سنة لحتى يدرس السيناريو وكتابة المسرح، من أبرز هوايته أيضا التمثيل وكتابة الأغاني والعزف على الجيتار والغناء باللغة الإنجليزية. بعد تخرجه من الجامعة فضل الرجوع للبنان لحتى يبني مستقبله المهني. هو اليوم عم بحضر لإطلاق ألبومه الغنائي الغربي الأول، وهو من إنتاجه الخاص، وخص صباح لبنان بأغنية حصرية رح تنزلها لأول مرة خلال لقائنا، وهو انتهى من تحضيرها امبارح عشية. هو الفنان الشامل زياد غسان صليبة. أهلا وسهلا فيك. هاي بس كثير شادي. شو أخبارك؟ صباح زياد، أهلا وسهلا فيك بصباح لبنان. Thank you. نحن اليوم هيك رح نكون عم نحكي عن مسيرة، يعني أنت خلقت ببيت فني بامتياز، وهالموضوع انطبع فيك كمان أنت بكاركترك، ما كان أبدا بعيد هالأمر عنك. خبرني هيك إذا بدأ انطلق من أنت وصغير لأدي الموسيقى، وخاصة يعني تأثير الوالد غسان صليبة يلي كل العالم بتحبه. أنا بعشق فنه كثير، زهقنا منه أبدا. كل مقابلة كل مقابلة بنوجه له تحية على كل حال أكيدة. وهو الوحيد يمكن يلي ما بينزهق منه لأنه دايما بيقدم فن راقي، هيدا يلي عود عليه اللبنانيين. زياد خبرني من انت وصغير كيف تكونت هالفكره، وكيف عرفت انه خيارك مش لانك مأثر بوالدك او بالجو الفني بالبيت، انما انت هذا خيارك الشخصي؟ هو خيار شخصي، بس كنت يعني وقت كنا عم نكبر الفن كان كل شيء، وجو الرحابنه يعني كبرنا ورا الكواليس مع الرحابنه ومع بي، وكمان التاثير الغربي، كبرنا عم نسمع كل انواع الاغاني من الفرنسي الانجليزي العربي، بس اكثر شيء علق معي تحديدا هو كان التأثير الغربي. بس بي كان له دور كتير كبير بهالشيء، كان يشجعك على هالموضوع كتير، ما يعني بحياتي ما وقفني اما تردد، قال لي جرب اعمل شيء تاني، دغري شاف موهبه فيي انا وخيي نحن صغار، وقال لي كمل بهال، بس اللي حضرنا قال لي انه حضر حالك، هيدا انه مهنه صعبه، حتى لو انت اذا كنت بلبنان اما كنت بامريكا اما ان شاء الله تكون بسريلانكا، بس هيدا المهنه تحديدا بدك تستعد تضحي فيها صحيح، بس بدك خالص على الشغل. صحيح، الفنان دائما بيكون عنده خوف من البكره، قد بيكون عنده شغف باللحظه اللي عم بيقدمها يعني بلحظتها. درست كتابه الافلام بالولايات المتحده بنيويورك فيلم اكاديمي، وكمان درست كتابه المسرح بستلا ادلر. خبرنا عن هالخيار، اول شيء التوجه لامريكا للولايات المتحده الامريكيه، وعن فتره الدراسه هناك زياد. هلا انا اول شيء خططت تروح انجلترا، هذه الشغله ما كثير عالم تعرفها، ومن هي رفقات انه دغري انه انا رحت على امريكا، هذا كان شيء متوقعينه، بس انا رحت على امريكا تحديدا لان خيي سبقني ودجا بلش فات بالجو هنيك. وسام قد كان له هنيك بامريكا؟ كان سام له سنتين وشوي يعني انا رجعت لحقته، ونقيت انا اريح جامعه لالي بالكتابه، ونيويورك فيلم اكاديمي مهمه خاصه بلوس انجلوس، كل شيء كاخراج ككتابه كتمثيل، هيدي كانت انفايرمنت كثير حلوه وهيلثي للفنان بعده شاب وعم بيطلع وعم بجرب يتعلم كم شغله. وسلا أدلر ذات الشيء، سلا أدلر أنا ما طولت، سلا أدلر أخذت 3 أشهر وقتها، بس خيي كان سلا أدلر ورفيق الممثل إلياس زي كمان سلا أدلر، ويعني ما في رحمة بهيك مؤسسة، بدك تفوت بدك تضحي معهم بدك تشتغل. خبرنا عن إكسبيرينس سلا أدلر، عم تقول ما في رحمة بالشغل وبالفورماسيون اللي الواحد بياخذها من هونيك، يعني بهول 3 أشهر اللي قضيتهم بسلا أدلر، كيف بتوصفهم اليوم؟ قديش هن كانوا مفيدين؟ لا 3 اشهر انا اخذتها، كانوا 3 اشهر كتابة مسرح، فكانوا بيسموا كانوا كتير انفورماتيف، وكان في لوت اوف هارد ورك، بس اللي كنت عم بقوله من قبل انا قصدي بالتمثيل تحديدا، لان هم عم يجربوا يطلعوا من اقوى ممثلين من سلا، ومدرسه طالعه منها مارلون براندو، روبرت دينيرو، بينيسو ديل تورو، فعندهم هالسمعه الراكيه بجو يحافظوا عليها، فوقت تفوت انت كممثل شوي نايف مزبوط والله غلط، وانا وقفت الساعة تصف من رأي يعني بوت كامب كأنه رأي على الجيش which is good، لأنه دائما البوت كامب دائما نخاف منه دائما نتردد، ولكن بتكون فعاليته كتير قوية. بهالإطار خلينا احكي شوي كمان عن علاقتك مع وسام،
خيك يلي وسام كمان ايضا بالجو الفني، واليوم وسام عم بيقوم باول مسلسل رح يكون مشارك فيه ببطولته كمان احمد وكريستينا اللي رح نعرض خلال شهر رمضان. انت كمان عم انهيت مشاهدك او بعد بسوا؟ انهيت مشاهده، دور صغير يعني ما بتخطى الاربع حلقات بس. كيف توصف الاكسبيرينس مع المخرج جشار شليلة مع كمان ممثلين مثل يوسف الخال ونجمة يلي كل فاجأت كل العالم إلى سنة تقريبا إميسا يا حبيبتي؟ مزبوط، الخبرة كانت كتير حلوة وعملوني الطريقة كتير منيحة وكنت مرتاح عن ست يعني. شو الدور اللي عم تلعبه بسوا؟ أنا الدور عم ساعد كاركتر يوسف ضد أعدائه. يمكن انا لازم اعطي اكثر من تفاصيل تحضروا الشو يعني. يو ذا جود جاي فطول انا مع يوسف ام ديفنتلي ذا جود جاي اوف كورس. يوسف على صعيد شخصي ما فيك الا ما تكون معه ذا جود جاي. يوسف رائع يعني كثير بس بسالك معه. زياد قد ايه هيك عبالك انت وسام يكون لكم عمل مشترك مع الوالد يعني طالما انت كمان يعني كاتب سيناريو ومغني وايضا وسام بغني صوته كثير حلو شاركته معه ببعيد الشر بالكليب الاغنيه اللي صدرت مؤخرا. نحن هلا عم نجرب من وقت ما عملنا الكليب بعد لهلا عم نجرب نعمل عمل مشترك كلنا سوا، وفي مسرحيه عم نترجمها من مسرحيه كلاسيكيه امريكيه عم نجرب نترجمها ونطبقها على شوي الجو اللبناني لبنان يعني المسرحيه مزبوط. ان شاء الله خيمه وتطلع حلوه اذا زبطت. وكمان انا كنا بعنا بالسيرة انا وبي اكشلي من شي يومين انه نكتب غنية سوا انا وياه هيك نص غربي نص شرقي هو يغنيها يمكن انا فوت معه ففي كم يعني في مشاريع عم تتحضر بهالاطار. خلينا نحكي شوي عن فرقة جنريشن زي اللي اسستها مع رفاق لقلك، هالفرقة اليوم بعدكم سوا عم تعزفوا، وخبرني شوي عن النشاطات تبعكم. بعدنا يعني هلا اكثر شيء عم نعزف وعم وفي هالحركه، وهلا اكثر شيء عم نشتغل عليه هو اخر غنيه للسي دي لقدام البوم اللي راح يطلع ان شاء الله يعني شهر ماكسيموم يكون خلص السي دي. وعندنا كونسرت بالفادو لميوزيك اللي تقريبا ب 25 حزيران مزبوط 21 تقريبا او 21 حزيران صحيح تحديدا. وكمان ان شاء الله خير ويخلص السداء عندنا روحه هنيك على روح لحالك نفس الفرقه عندنا روحه على لندن على مكتب بي بي سي اريبيا وتعرفت على صاحب الاستوديو هنيك كثير سعد شحادي تقريبا بنت دنا انسى اسمها عيلته بس كان كثير كريم معنا وبعدنا هلا عم بتواصل معه يعني بلانز كتير للفرقة وكمان على الصعيد الشخصي. فعنا مفاجأة هيك صغيرة بصبحيتنا كمان في حدا يعباله يقول لك صباح الخير. لا مين الفنان غسان صليبة؟ صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا فيك بصباح لبنان عبر تلفزيون لبنان. اهلا فيك وشكرا وتحياتنا لتلفزيون لبنان. يا هلا يا هلا. التلفزيون ما يدقوا لك حبيت هو شغلي عجبتني من زياد انه قال لي انا منه هي الحقيقه. انا بفهم هالشيء اني ما بدهم، انا بحشر حالي احيانا والاعلاميين مرات بيطلبوا مني اعمل مداخله وقت بكون وسام او زياد على التلفزيون. بالعكس انت اضافه ان كان لاي برنامج استاذ غسان او حتى اضافه كمان لهالدعم يلي عم تقدمه لزياد ولوسام. اذا بدي اياك هيك تحكيني شوي عن زياد بما انه هو نجم حلقتنا لليوم معي بالاستوديو، زياد الفنان زياد الابن، هيك كيف بتلخص علاقتك بزياد؟ هلا قبل ما احكي يعني شوي عن زياد رح اقول انه انا مقتنع انه بالفن ما في واسطه وما في توريث ابدا او في موهبه او ما في صح. انا بحكي بتجرد عن زياد كونه ابني بس، لكن انا بحكي من وجهه نظر مستمع مشاهد لزياد. اول ميزه عن زياد انه متحرر، فكره حر يعني ما بيتقيد باراء غيره حتى لو كنا نحن اهله. اكيد انه نحن بنوجه وبنحكي وبنقدم النصيحه، ولكن هو عنده حريه القرار والخيار اللي بحب ياخذ حياته. زياد الله عطي موهبه اول شيء من ناحيه الكتابه، هو كاتب سيناريو مهم وهيدي بشهاده الجامعات اللي درس فيها بامريكا.
التاني شيء بيكتب شعر بالانجليزي وبيلحن وبيغني وبيمثل. يعني كل هالاشياء مجموعة مع بعض بفكر كتير عميق بشخصية متميزة عن زياد. بحب يعمل شغلته بيرفكت، يا شغلة مضبوطة او ما بحب يعملها. وهذا اللي بحب اقوله وبتمنى لكل الشباب، يعني وخاصة انا بحكي عن اولادي، يعني انه لقوا المجال يلي بدهم اياه اللي بيقدروا يحققوا احلامهم ببلدهم، لانه نحن عم نخسر خيرة شبابنا عم يهاجروا لبرا. بتمنى انه يصير في عنا بلد يحضن المواهب اللبنانية، لانه هيدي ثروة لبنان حقيقي. يعني على امل انه هالصرخة يلي دايما بتكررها بكل اعمالك وبالاعمال الوطنية والمسرحيات يلي بتأديها توصل، وعلى امل ان يكون عندنا معك لقاء مطول لحتى نحكي عن جديدك وعن تاريخ فني بنفتخر فيه. شكرا لمداخلتك الفنان غسان صليبة. القلب الوالد دايما هيك بيكون، والاهل بيكون قلبهم على الولد، يعني بخياراتك كلها بحياتك، يعني ان كان من سفرك على امريكا بخياراتك اليوم قديش مزبوط هن داعمين، ولكن قديش اوقات بيكون عندهم تخوف وقديش هن بينبهوك او بيقولوا لك لا ما تعمل هيك، وبخلوك تشوف انت يمكن اشياء اوقات انت ما بتشوفها. اكيد كتير، وانا يعني خاصه وراء اهل عم بتفهم هالشيء من قبل الاهل انه يحسوا هيك تجاه اولادهم، وخاصه بهالمهنه، وخاصه وقت كان في هجره بالداء ولا شيء كثير مساله صعبه، بس مع اهلي بقدرهم، لانه مثل ما قال في هالحريه، في خذ قراراتك وتعلم انت تعلم درسك وعمول اغلاطك انت، ونحن معك اذا صار شيء. عكس حال يعني مثل ما كل اهل بيقولوا بعيد الشر، رح نسمع ونشوف بعيد الشهر يلي بتشاركوا فيها الوالد زياد انت ووسام خيك، ونرجع نتابع حوارنا. بعيد الشهر عن قلبك يا حبي دمع الغار، يا ريت بقلبي وانت ما بدانا واسهر على اخواتك انا واقف علي طول الليل خيالي. بعيد الشمر عن قلبك يا حبي دمع الغاب يا ريتم بقلبي وانت ما بدانا واسهر على اخواتك انا واقف علي طول الليل خيالي. الليل في منامي وإيامي اللي فيها أنت شو بتسوى إيامي همك يرافقني حتى الليل في منامي وإيامي اللي فيها أنت شو بتسوى إيامي حالي عم يتبل حتى عيش وحبك وقبل وقلبي مش ممكن يتصور بشوفك ببالي. وبعيد الشر عن قلبك يا حبي دمع الغاب يا ريت بقلبي وانت تنام بانا. يعني هالهنا اللي دايما ان شاء الله بضل فوق راسكم وان شاء الله دايما بضلكم مجموعين زياد. نحن مش ناسين انه بعد بدنا نسمع حصريا الاغنية اللي رح تطلع عبر صباح لبنان، ولكن بالبداية خبرني، انا عرفت انه في سيناريوهات لأفلام لبنانية
انت او عم تحضرها، وحتى في افلام خلصت صارت جاهزه. في كذا سيناريو عم نشتغل عليهم من المسلسلات وافلام، بس يعني ما في برا كاسب عليك قال لك في شيء ثابت يعني هلا بعد في بعد بطور التحضيرات يعني كلهم يعني بس وقت في شيء يعني في افلام وفي مسلسلات. في انت بتقول فيلمين ومسلسل واحد لهلا يعني تحضره وان شاء الله نبلش شغل. عم بيصير في تواصل مع جهات انتاجيه معينه لحتى يتنفذوا كذا منتجين؟ عظيم. وراح يكون الوالد مشارك او وسام او انت او هون تمثيلا عم بحكي؟ بيع على اكيد بالفيلم بالمسلسل ان شاء الله بتنام اذا بعت له سكريبت تاخذ رايه عم تكتب اكيد خاصه بالعربي وانا تعودت كثير على الانجليزي برا وكل شيء كتابتي كان بالانجليزي وشغلي بالانجليزي فارجع بلش اكتب بالعربي بطريقه طبيعيه كنت دغري عم بستشير بي. بتحب لما بينتقدك او هيك بتحس انه لازم لازم ينتقدنا؟ هو ولا مره قايل لنا بيطلع يعني ما بقول جود جوب الا اذا عن جد عن جد الا اذا عن جد شغل بيستحق يعني انه يكون اذا في مصري رح يحببها ورح الاغنيه اللي رح نسمعها حصريا خبرنا شوي عنها اكثر. هيدي رح تكون ضمن 5 اغاني على السي دي تاع الاي بي الدمو البوم، وهالغنية كتبت من فتره صراحه من شي سنتين، بس هلا تا وصلت للفرصه انه سجلها مع داني بومارون موزع ومكسر كثير شاطر. وهيك موضوع شوي عن شو عنوانها؟ Final Words الكلمة الأخيرة. Final Words الكلمة الأخيرة هي كلماتك. نعم. واللحن كمان الألحان لإلك، خاصة إنه أنت جيتار بلاير كمان تلعب جيتار. خلينا نسمعها حصريا عبر صباح لبنان، وأولا The Final Word. Stuart. I stuck out my tongue, and now I see it took a long year that I'm not afraid to come in closer. Now I'm falling in fire. I'm falling in fire. I'm falling without your final. Give me love, give me truth, send your message and point. Make me proud, make me lose, I still need you to come. Only then, only when I break bread with you once, I live out, I scream out, I'll be free to breathe. Oh, أغنية بتجنن إن كان لحنا أداء وكلمات أيضا. زياد انا بدي اتمنى لك كل توفيق بالالبوم وبكل خيار انت بتعمله ان كان بالكتابه وحتى بالتعاون يلي عم بتخططوا له هالتريو مع والدك الفنان غسان صليبه وخيك وسام. ايضا بدي اشكر وجودك معنا اليوم. ميرسي كثير وموفق بكل شيء. اهلا وسهلا. ثانك يو. يا هلا اهلا وسهلا فيك زياد غسان صليبه. ثانك يو.